اليوم راح نتكلم أنا وياكم عن جهاز الليزر لإزالة الشعر للجسم، فتابعوا هذا الفيديو للنهاية لأنه راح نتكلم عن كل تفاصيل الليزر وشن هو جهاز الليزر وكيف طريقة استخداماته وما إلى ذلك. في البداية إذا أنتوا كنتوا أول مرة تشوفون قناتي فأنا زهراء وهذه قناتي، أتكلم عن مواضيع عامة في هذه القناة، قناة متنوعة، فلا تنسوا أنكم تشتركون بالقناة وتضغطون على جرس التنبيه ولايك حق هذا الفيديو. ويلا خلينا نبدأ هذا الفيديو. شنو هو الليزر؟ الليزر هو عبارة عن جهاز في أشعة، هذه الأشعة تسلط على الجسم. وظيفة هذه الأشعة إنها تسلط على بصيلات الشعرة نفسها وتضعفها فتقلل من نمو الشعر. طبعا الآن انتشرت بالآونة الأخيرة إن حتى الصالونات صاروا يسوون ليزر للجسم والناس هابين عليها ويروحون، فأنصحكم اللي حاب يسوي ليزر للجسم يروح لعيادات طبية مختصة بهذا الشيء، لا تروحون حق الصالونات. صحيح ان سعرها مثلا بالصالون يكون ارخص، لكن هذا يكون ضرر كبير عليكم، لان جهاز الليزر الى استخدام معين والى كل جسم وكل لون بشرة وكل طبيعتها الها درجة معينة يخلونها على جسمك. طبعا استخدامات الليزر من 6 الى 8 جلسات تبين النتيجة النهائية الها، لكن إلي أنا تقريبا من الجلسة الثانية شفت نتيجة وفرقت تقريبا نسبة 80%. فالصراحة أنا احتجت لها إلى 3 جلسات فقط، وبعد 3 جلسات صرت أسوي جلسة كل سنة. اللي سويته إني اشتريت جهاز ليزر منزلي اللي هو من نوع فيليبس وظليت أكمل فيه. طبعا مع جلسات الليزر راح تشوفون جلسة بعد جلسة الشعر يبلش يصير خفيف يخف، يعني وصير فترة ان ظهور الشعر طويلة، يعني من جلسة للثانية، اول جلسة بعدين ثاني جلسة راح تشوفون بعدين يتأخر الشعر 3 شهور يلا يطلع. بعدها كل ما كثرت الجلسات ظهور الشعر يتأخر اكثر واكثر. طبعا اللي يقولونه ان الجهاز الليزر مناسب كلش حق البشرة اللي لونها بيضة، البيضة كلش، وشعرة جسمها تكون سودة وثك ثقيلة يعني كلش. لكن الصراحة بالنسبة لي أنا بشرتي حنطية وفاد معاي من الجلسة الثانية، وإلى الآن الحمد لله تقريبا أنا مسوية من تقريبا من 5-6 سنوات، أنا من زمان مسويتها، فالحمد لله النتيجة بينت علي كان بشرتي حنطية والشعر مالتي مو سميك، الشعر خفيف والنتيجة بينت. وبالعكس شفت بنات بشرتهم بيضة والشعر مالتهم سميك وأسود وما زالوا يسوون جلسات ليزر كل شهر، وصلهم تقريبا 2-3 سنوات وبعدهم ما حسوا النتيجة ان شعرهم يعني يخف. فالليزر كلش يعتمد على طبيعة الجسم نفسه. طبعا انتوا لما تبلشون باستخدام الليزر وجلسات الليزر اهم شيء لازم تتوقفون عن استخدام اي شيء قديم لإزالة الشعر اللي هو مثل الحلاوة أو الشيرة إحنا نقولها أو الكريمات اللي توخر الشعر، بس تستخدمون الشفرة. ليش؟ لأنكم لما تستخدمون الحلاوة أو الشيرة راح تشيلون الشعرة مع بصيلة الشعرة نفسها، وإحنا نحتاج البصيلة لأن الليزر يضرب البصيلة علشان يضعف من نمو الشعر. فلما تبلشون جلسات الليزر تبطلون نهائيا من استخدام الحلاوة أو الشيرة وتستخدمون بس الشفرة. طبعا قبل لا تروحون للعيادة أهم شيء لازم ما تكونون متعرضين للشمس 6 أسابيع قبل جلسة الليزر و6 أسابيع بعد جلسة الليزر، لأنها تأثر على عملية إزالة الشعر، فلازم ما تأخذون تان أو قبلها أو بعدها بهذه الفترة 6 أسابيع، 4 إلى 6 أسابيع، علشان لا تتأثرون لا يصير عندكم حروق بالجسم. طبعا أنا وايد أنصح فيه إنكم تأخذون شاور قبل لا تروحون لجلسة الليزر. بعد ما تاخذون الشاور ما تحطون اي كريمات ولا مرطبات على جسمكم وتسوون شفرة لجسمكم كله. طبعا هناك بالعيادة راح يعطونكم كريم مخدر اذا حابين تستخدمونه تحطونه على الاماكن اللي تحسون انها فيها الم اكثر. طبعا كريم المخدر هذا تحطونه قبل نص ساعة من بداية الجلسة. طبعا لما تروحون بغرفة جلسة الليزر هناك اكيد النيرس راح تعطيكم النظارة، تكون نظارة غامجة علشان تحمي عيونكم من اشعة الليزر. الليزر لما تبلش النيرس تسويه هو عبارة عن مثل النبضات تحسون
تحسون فيها. وطبعا الأجهزة كانت وايد بالبداية كانت بس أجهزة وتحسون إن نبضات حارة. الحين في أجهزة على أساس إن يقولون جهاز ليزر بارد وإنه ما يأذي، بس شنو تحسون؟ تحسون ضربة باردة ضربة حارة، لا ضربة حارة بعدين تحسون ضربة الباردة اللي هو مثل أعتقد يستخدمون ثاني أكسيد الكربون اللي هو يبرد على الأساس، لأن هي ضربة أو نبضة الليزر حارة فبعدها على طول تعطي نبضة باردة. بعد ما تسوون الليزر شيء طبيعي إذا شفتوا أكو إحمرار بالجسم أو بالمكان اللي أنتوا سويتوا فيه الليزر، هذا شيء طبيعي. وإذا شفتوا وايد الإحمرار اشتد ممكن تحطون ثلج، ممكن 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 في حالات معينة تصير حروق بسيطة يعني مو وايد، تقدرون تستخدمون ميبو. فبعد الجلسات راح تشوفون إن الشعر قاعد يطلع، لكن يطلع متأخر ويطلع بشكل خفيف وتكون الشعرة سماكتها أخف. طبعا الحين وايد راح يسألوني إنه النتيجة متى تظهر أو شيء. طبعا النتيجة ظهورها راح يختلف يعتمد لأسباب كثيرة. أول شيء هي جلسات الليزر تختلف من شخص للثاني حسب طبيعة جسم الإنسان، حسب نوع الجهاز المستخدم داخل العيادة، حسب بعد لون الجلد، وآخر شيء حسب بصيلات الشعر وسماكة الشعرة للجسم. طبعا مميزات جهاز الليزر للجسم كلش حلوة، اللي هو انه يستهدف فقط بصيلات الشعر الموجودة بالجسم ولا يستهدف الجلد، يعني الجلد ما يأثر عليه الليزر ابدا. ممكن الاثار الجانبية اللي هي تصير التورم، الاحمرار، حكة، حروق بسيطة. طبعا اصحاب التان واللي مسوين تان انصحهم انهم ينتظرون على ما يرجع جسمهم للونهم الطبيعي يلا يروحون يسوون جلسات الليزر. ليش انصحهم اللي مسوين تان ما يروحون يسوون ليزر حتى جلدهم ما يمتص الليزر؟ لان اللي مسوي تان الليزر يصير حتى الجلد يمتصه، احنا قلنا بس انه بصيلات الشعر، لكن اللي مسوي تان يصير حتى الجلد يأثر على الجلد. فانصحكم انكم شوية تنطرون على ما يروح اللون وتسوون ليزر. انزين ممكن واحدة تسألني تقول لي زهراء هل الليزر يأثر على الحامل؟ الصراحة ما في دراسات أثبتت إنه أو تجارب أثبتت إنه يأثر على الحامل أو لا، بس اتجنبوا، أنصحكم إنكم تتجنبونه وما تسوون ليزر أثناء فترة الحمل. حتى الرضاعة ما في أي دراسات أثبتت إنه يأثر عليها سلبي أو إيجابي، لكن تقدرون تستشيرون دكتوركم طبيبكم أو طبيبتكم وتقولوا لها أنا قاعدة أرضع أريد أسوي جلسات ليزر هل أقدر أو لا. إذن ممكن راح يجي لي سؤال هل الليزر مؤلم؟ الليزر فيه وخزة أو فيه نبضة ألم، لكن مش ألم من الصريخ وشي، لا هو ألم مستحمل. طبعا الأجهزة اتطورت من فترة إلى الثانية فصارت الأجهزة شوية أخف بالألم، فأكيد يعني درجة الألم تختلف من جهاز للثاني. طبعا هسه نوصل للنقطة المهمة اللي هو شنو الأسعار. طبعا أول ما بلش الليزر كان الجلسة مالته كلش غالية، يعني أنا لما كنت في الإمارات كانت الجلسة 6000 درهم تقريبا 2000 دولار، يعني تخيلوا كانت كلش غالية يعني أول ما أجا. بعدين نزل سعرها نزل نزل نزل، صارت هسه يمكن 6 أو 7 جلسات بألف درهم يعني تقريبا 300-400 دولار. فالأسعار صراحة هسه كلش نزلت لأنه صار متوفر بكل مكان، كل العيادات صارت توفرها وتجيب الأجهزة وتشتريها، ما صارت حكر على عيادات معينة. فتقدرون تأخذون هسه في وايد يسوون باكجات، في أوفر يسوون، تقدرون تصنعون العيادات وتأخذون أوفر كامل مدة 6 أو 7 جلسات بسعر كلش رخيص. طبعا أنواع أجهزة الليزر وايد بالعيادات وانتشرت، إذا حابين أتكلم لكم على موضوع شنو هي وشنو أفضل أجهزة الليزر بالعيادات والجهاز الليزر المنزلي كتبوا لي بالتعليق إذا أنتم حابين، علشان إن شاء الله بالفيديوهات القادمة أسوي لكم إياه وأسوي لكم ريفيو بعد عن الجهاز الليزر المنزلي. فأنا صراحة قبل لا ترحون وتسوون جلسات ليزر اتصلوا بالعيادة اللي أنتم حابين تسوون فيها، سألوهم على نوع الجهاز مالتهم شنو نوعه وشنو اسمه، وسووا عليه سيرج بجوجل وشوفوا شنو الريفيو عليه، شنو التجارب، شنو يقولون، هل هذا الجهاز زين أو مو زين. هذا أحسن شيء إنكم تسوونه. وصلت حبايبي أنا وياكم لنهاية هذا الفيديو، أتمنى إنكم استفدتوا من عنده ولو بجزء بسيط. واللي مسوي ليزر خلي يكتب لي بالكومنت كم جلسة يلا بينت عنده الفرق، واللي ما مسوي ليزر ليش لحد هسه ما سويتي ليزر كتبي لي السبب بعد بالكومنت. وأشوفكم على خير فيديوهات قادمة، لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون على جرس التنبيه هذا أهم شيء.
علشان يوصل لكم كل إشعار بالفيديوهات القادمة اللي أريد أنزلها، ولايك حق هذا الفيديو، وأشوفكم على خير بفيديوهات قادمة. كانت معاكم زهرة، باي باي.